مباراة واحد من النجوم اللي يعني نجوم مراتية، حطموا نجوم مراتية. الاهلي ودجلة. طيب عبد المنصف اكيد طالما هتقول لي ايه ده نجوم انت مباراة، عرفت؟ نجوم مباراة واحد صد 5 تجوان ده النهارده كابتن اوسا. هيبقى ايه؟ طيب الاول مساء الخير عمال يتصايت، على كابتن محمود مسيطروا على الفيسبوك تحياتي وعلى البتاع للحبيب في كل حته، هيبقى وصديقي مين هو؟ كابتن اكيد احمد عبد السلام، المنصف. وكل سنه طيبين وسنه انت سعيده طيب يا عليكم حبيبي، الله يخليك. وعلى الامه العربيه وعلى اسره البرنامج كلهم، ويعني منور الدنيا يا بلال. الله يخليك. انت بتفوق بعد ال 40 يا عبد المنصف ولا ايه؟ ها؟ هنعمل ايه بقى؟ ما ايه هو حاله الفوقان؟ بصمه بسم كده. الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. فين عبد الخشب يا ابني؟ عايز عندك اقول لك ان انا على عايزين طول نمسك على اي حاجه؟ طول بقابله في الجيم. ها؟ على والله العظيم، لا 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 يعني ما شاء بسم الله، الله لا ما عايز شاء اقول الله لك على راجل حاجه، بيبقى عايز اقول لك موجود على في حاجه. الجيم، بيتمرن، بيحافظ على نفسه، بينام انا بدري. بس هقول لك نقطه مهمه جدا من اسباب نجاح دجله عبد المنصف، من اسباب نجاح الطريقه اللي بيلعب بيها، سبب رئيسي كمان يعني. يعني بيلعب كوره، بيحرك الفرقه، بيبني هجمه، بيشتغل وبعدين بيشتغل في المساحات الضيقه. واضح ان هو كده عارف يعني، عندك جرأه غير طبيعيه يا عبد المنصف النهارده، وشجاعه غير عاديه. تمام، لو مش خايف على نفسك خاف على اللعيبه اللي معاك. والله يا كابتن بلال انت عارف هو الموضوع ما بيجيش بالصدفه، الواحد الحمد لله بيشتغل على ربنا نفسه يكرمك. وبيعد كويس في المباريات، وبالذات لما بيجي ماتش زي النادي الاهلي. ومن خلالكم طبعا يا كابتن عمر بشكر طبعا مستر انسماني على الكلام اللي هو قاله في المؤتمر او بعد المباراه، لان بحجم مدير فني النادي الاهلي وبحجم امكانياته والثلاث بطولات اللي اخذهم، فده بالنسبه لي شهاده يعني انا فخور بيها، فانا بشكرهم من خلالكم. طبعا المباراه الواحد لازم يعد ليها كويس، لازم يشتغل عليها كويس، يقرا كل مفاتيح اللعب في النادي الاهلي. بلعب برضه نفس الكره بتاعتي، وباخد من كلام كابتن احمد بلال ان ده طبعا ممكن تغير طريقه اللعب، بما ان بتلعب النادي الاهلي بامكانياته بالفراوده بتاعته اكيد بيدرسك كويس، ممكن يعمل عليك ضغط، ممكن يستخلص كوره وتبقى يعني مشكله وتعمل فرصه او تعمل هدف. لا الواحد الحمد لله طالما حافظ وبيشتغل وعارف الشغل اللي هو حافظه وبيتمرن عليه والتكتيك اللي احنا بنطوره كل شويه، فانا لا الحمد لله الواحد بيلعب. ويمكن برضه كابتن بلال اللي بيساعدك ان انت ما بتلعبش برضه في نادي جماهيري، ما فيش ضغوط، ما حدش هيقفلك على الواحده، صحيح. ان انت بتلعب لعبك وبتبقى مبسوط برضه بالاداء دوت، وبتستمتع برضه بالكوره الحلوه، ان انت بتعمل بيلد اب من تحت، ان انت بتعمل ما بين الخطوط باصات، بتعمل لونج باص لرقم 2 او 3، باك رايت او باك ليفت، فكل الشغل ده بيخليك تستمتع وبيديك برضه طاقه وباور في المباراه بشكل غير عادي. لا بس بس النهارده انت يعني بخلاف بناء الهجمات وبخلاف ان انت النهارده بتأدي بشكل كويس، لا انت النهارده كحارس مرمى لا الاداء رائع جدا. بسم الله ما شاء يعني الله. النهارده يعني بس خلي بالك كابتن اوسا بيخاف من الحسد. ايه؟ بيخاف من الحسد على فكره، خلي لا لا بالك. لا بتجيب لا لا الكلام ده منين يا عمر؟ ده لا انا لسه قاريها من مطلع على الهوا. مطلع واحده، ده انا لسه مطلع قاريها من مطلع واحده، على الهوا. مطلع واحده قال من لك علي انا ما معلول، بحبش اتكلم في الكلام ده مطلع خالص. واحده من علي معلول، ترجعوا منتخب مصر تاني. انا نجم خفيف بس يا عمر، يعني مش بخاف من الحزن ازاي يا نجم. يا اوسا مطلع واحده من علي معلول النهارده، ترجعك منتخب مصر تاني يعني. طبعا لان علي من اللعيبه اللي ممكن يفاجئوك، ويمكن اكتر لعيب كابتن بلال بتفرج على كورساته بيعملها من نص خطوه من تحت رجله، فهو خطر جدا في كل الحاجات دي كلها، بيعرف يقف في البوزيشن كويس، رجله فيها دقه، فطبعا كانت تصويبه رائعه، ولكن الحمد لله توفيق ربنا وتمركزي والشغل اللي انا صحيح الفتره اللي فاتت ساعدني بشكل كبير ان تطلع بالشكل ده. بس يا كابتن منصف، يمكن السيزون اللي فات وحضرتك بتقدم مستويات رائعه جدا، كان في كلام على ان حضرتك تبقى موجود في المنتخب الوطني، ولكن ما تمش ضم حضرتك للمنتخب، ولكن اعتقد انك منتظر الفرصه في الوقت الحالي، ان في تجمع اللي جاي لمنتخب مصر على الاقل لازم يكون ليك وجود بعد التالق الاخير اللي حضرتك يعني مقديه مع نادي وادي دجله. هل حضرتك منتظر حاجه زي كده او مستنيها، او بالنسبه لك حد اتكلم معاك على الاقل حتى؟ والله يا كابتن عمر وكابتن بلال الفترة اللي فاتت الواحد شغال، وده هدف من ضمن اهدافه، بل الهدف الاكبر ان الواحد يمثل منتخب بلده، لان انا تقريبا بقالي فترة كبيرة جدا غايب عن معسكرات المنتخب، فيمكن اتظلمت في فترتين جهازين معينين كانوا موجودين قبل كده، ولكن الحمد لله ان الجهاز ده من بداية تجمعاته الحمد لله كابتن حسام كان بيتكلم عليها بشكل كويس، كابتن ايمن طاهر طلع في اكتر من برنامج وقال ان انا من ضمن المرشحين، بل
كمان قريب جدا ان انا ممكن انضم وهو متابع بشكل جيد، فده اداني طبعا تشجيع غير عادي ان انا اركز اكتر واشتغل واطور نفسي واحاول ان اظهر بكل الامكانيات الكويسه في المباريات علشان ابقى ليا رصيد في الانضمام في فتره من الفترات. كل ما عسكر ببقى عندي امل يا كابتن عمر وبشتغل ان ابقى موجود. اول ما الاسامي بتتعلن وابقى مش موجود على طول بشتغل من تاني يوم على المعسكر اللي بعده ان يبقى عندي امل، فهو الامل مازال موجود. المعسكر القادم ان شاء الله الواحد بيسعى من دلوقتي ان هو يبقى موجود باذن الله، يشتغل بشكل مختلف عن بقيه الحراس، يظهر بشكل مختلف، ويمكن ده كمان طريقه اللعب بتاعتنا او الشغل بتاعنا بيديني كمان الافضليه بالشكل ده، ان انت كمان بتبقى الهجمه من تحت وبيبقى ليك عامل مهم جدا في التكتيك بتاع التيم مع الصديات ومع الشغل اللي بيتعمل. فاتمنى من الله يا رب ان شاء الله ان يبقى في نظره كويسه ويبقى في فرصه باذن الله الفتره الجايه، لان زي ما بقول لك ان زي ما كان عصام الحضري موجود وبيلعب وما كانش ده عمر غير في البطاقه فقط، ما زلت برضه ان انا بكمل المسيره ديت، ان الحمد لله يمكن الشهر الجاي باذن الله 44 سنه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحه طول العمر يا كابتن. تسلم. فده بيدي تشجيع للاولاد الصغيرين والناس اللي موجوده ان طول ما انت طول ما انت بتضحي وطول ما انت بتعمل حاجات كويسه هتفضل موجود في الملعب وهتفضل واقف على رجلك وتقدر تحقق كل امنياتك واحلامك. فانا شايف ان دي حاجه بتشجع كل الحراس ان هي تفضل مكمله، واللعيبه كمان ان احنا بيبقى موضوع العمر ده ان انت طول ما بس يا كابتن حضرتك يمكن حطمت ارقام مع ناس اساطير، يعني لو هنتكلم على المستوى المحلي كابتن حسام حسن، كابتن عصام الحضري، على المستوى الدولي يمكن فرانشيسكو توتي واحد من اهم اللعيبه اللي حضرتك، يعني راين جيجز تحطم ارقام عشان تبقى موجود، مسجل 25 موسم متتالي بتلعب بسم الله ما شاء الله في الكره المصريه والدوري المصري. هل ده طموح حضرتك واقف عنده ولا عايز تكمل وتكسر بقيه الارقام القياسيه عشان ابص بسم الله ما شاء الله؟ عشان ايه يبقى السؤال مكتمل الاركان اهو، بعيد عن الحسد وبعيد عن كل حاجه وحشه يا كابتن منصف اهو. انت برضه مركز على موضوع الحسد، انا نجم خفيف بس مفيش حاجه. انا بقول لك لا انا لازم، احنا دلوقتي بنتكلم الناس كلها قافل على منصف، الناس كلها كابتن موسى مركزه معاك بقى، وتقول لك كابتن عبد المنصف عايز يكسر ارقام قياسيه، كابتن عصام حضر هيزعل وانت عارف. لا والله عصام لسه مكلمني من شويه وقعدنا نرجو مع بعض، لان عصام من الشخصيات القريبه جدا لقلبي وكنا يعني اكثر من اخوات في فترات اللعب والمعسكر وطول الوقت. طب اول ما رد عليك قال لك ايه؟ اول ما حضرتك رديت عليه قال لك ايه؟ كده انا مش هتبطل بقى. هو كان بيكلمني علشان يبارك لي وبتتكلم على الاداء والفتره اللي فاتت وطول الوقت، ان انت طول ما انت قادر وطول ما انت بتستمتع وواقف على رجلك وشغال كمل. وموضوع الارقام والحاجات دي كلها كده كده هي بتيجي لوحدها، يعني طول ما انت شغال وبتلعب ما بتحقق ارقام. وطبعا هو برضه عامل انجازات كبيره جدا ولعب في كاس عالم واخد بطولات افريقيا وفي ارقام صعب جدا ان انا اقدر احققها زي الكلين شيت مثلا. فلا يعني عصام عامل حاجات حلوه وفي نفس الوقت الواحد بيسعى ان يعمل حاجه زي ما حتى كنا بنتكلم انا وعصام من شويه في التليفون، ان الحاجات دي كلها هنحس بيها بعد كده كمان مش دلوقتي، ان انت اما تسيب رصيد في 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 بطوله الدوري المصري ان اسمك من ضمن الناس اللي حققت ارقام كويسه، وهو ده اللي الواحد ان شاء الله يبقى فخور بيه بعد كده باذن الله. فالواحد بيعمل حاجات اللي تسعده وتخليه يبقى زيه زي كل النجوم اللي سابت بصمه في الرياضه المصريه ولا اكتر. عارف يعني مش هنكسب بيها جايزه كابتن عمر ولا هتاخد بيها حاجه غير ان انت تعمل حاجه تفضل موجوده في التاريخ الدوري المصري. فطبعا وباخد من كلامك ان موضوع برضه تحقيق رقم عالمي، ان ريان جيتز او فرانشيسكو توتي او مالديني دول اسامي كبار جدا في العالم، فان الواحد يحقق نفس الرقم بتاعهم ويتخطاهم كمان اعتقد ان دي هتفرق بشكل كبير جدا وتنقل النظره ان في حارس مصري او لعيب مصري، فتدي طبعا الاوبشن طبعا والكلام الكويس اللي بيتحقق للرياضه المصريه في ظل طبعا كل التالقات في الفتره الاخيره. فالحمد لله رب العالمين ان الحاجات دي كلها بتديني كمان دافع وبتديني كمان طموح لحاجات اكتر ان شاء الله الفتره الجايه. مش هفقد الامل انك تبقى موجود معايا حلقه ان شاء الله، هتيجي معايا حلقه.
والله. وانا بوعدك على الهوا ان شاء الله باذن الله هنتفق، ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله هتلاقيني الاسبوع ده باذن الله معاك. ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله على الهوا. اشكرك يا كابتن عبد المنصف، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. يمكن واحد من نجوم الكره المصريه، واحد من نجوم نادي الزمالك ودجله في الوقت الحالي، واللي بيقدم مستويات مميزه جدا، بيكسر ارقام ثلاثه من نجوم العالم، فرانشيسكو توتي، راين جيكس، وباولو مالديني، ثلاثه من الاسماء الثقيله جدا جدا. ولكن دايما في كره القدم مفيش حاجه مستحيله. كابتن بلال، خليني اسالك على احتراف مستوى